قدم الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن. وأكد حسام حسن أن المنتخب المصري أحد عمالقة القارة الإفريقية ويحظى بتقدير كبير من أساطير الكرة في العالم. منتخب مصر كبير جدا، الناس كلها بصروا بصة إحنا مش مستوعبينها، الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم إن هم المنتخب الكبير اللي واخد 7 بطولات كاس أمم، إن هم يقربوا مننا. فبذلك أنا ببدأ بالكلام ده لأن أنا شفت قد إيه إحنا كبار قوي في القارة الأفريقية، فالكبير محتاج إن هو يفضل طول عمره كبير بالمساندة جماهيرية وشعبية اللي إحنا بنشوفها في الشارع المصري، إن بكل حب وإخلاص إن إحنا بيتمنوا إن إحنا نكون موجودين مع المنتخب الوطني.